أفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وافتح علينا جميعا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فسهل علينا يا أرحم الراحمين. كنا قد توقفنا في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإن كان كنا قد قرأناها ولكن لم نتممها، على ذلك نبتدي إن شاء الله من نفس الآية على بركة الله. وكل الله شيخ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الركب الآية عندنا ما ننسخ ما فيها خلاف توقف ابن عامر. ما ننسخ من آية ابن عامر توقفها فيها ابن عامر ما ننسخ أقل فيها ما ننسخ رباعي الفعلة عند الفعل رباعي ما ننسخ نعم نعم أو ننسأها من آية من آية ما ننسخ من آية من توقفها فيها ورش الإمام ورش ما ننسخ من آية أو ننسها ننسخ. عندنا طبعا ذكت إلى ابن عامر ذكت إلى اللي هو نافع وابن عامر والكوفيون ومعهم أبو جعفر وكذلك معهم خلف العاشر، هؤلاء جميعا يقرؤون ما ننسخ من آية أو ننسها عند ابن كثير وابو عامر بدون همزة. عندنا البصريان ابن كثير وابن كثير يقرؤون ننسأها ننسأها. طبعا بالنسبة للإمام السوشي عندها فيها عندها من المستثنيات هذه ما لا يبدل الهمزة نعم الهمزة لا يبدلها لأنها عندها من المستثنيات نعم. طيب إذا عندنا البصريان ابن كثير وابن كثير توقفوا في قوله ننسأها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير نأتي بخير منها ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير من ما ننسخ قلنا ابن عامر ما ننسخ من آية قلنا ورش أو ننسها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نأتي طبعا عندنا توقف فيها أهل التوسط أبو جعفر نأتيها نأتي نأتي لأنه يقرأها بالإبدال أبو جعفر أبو جعفر توقف هناك. بعدين عندنا المنفصل توقف فيه الكوفيون نعم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا نقول الإمام قالون ذهب من معاه لوحده لم يذهب معه أحد، هذا الوجه الأول قالون فقط. نعطف عليه نعطف على التوسط يلا جيب التوسط لقالون. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير الغنة أنت بالغنة كويس أعطاها حقها. ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها نأتي بخير منها
أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا الوجه الثاني للإمام قالون عاصم، أو من أيوه يتفق معه عاصم، الإمام عاصم والإمام الكسائي نعم، و خلف العاشر، خلف العاشر، ثم تو نعطف الطول، الطول طول من؟ طول لحمزة، للإمام حمزة نعم. ما ننسخ من على ترك السكت نعم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا حمزة كله، ثم نأتي بترك السكت، بترك السكت للإمام خلاد، خلاد نعم. يلا، ألم تعلم أن الله، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أيوة، ثم جعفر، نعطف أبا جعفر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ تمام، الآن نأتي لي الإمام ابن كثير، ابن كثير قبل أيوة ابن كثير نعم. ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا ابن كثير، ويذهب معه أبو عمرو، لا مش أبو عمرو كله، دوري، دوري يذهب معه دوري أبو عمرو والسوسي ويعقوب، لا يعقوب أيوة سوسي يمشي معه، دوري أبو عمر ويعقوب، ويعقوب نعم. والآن نأتي سوسي، لا الوجه الثاني للدوري هو التوسط. ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أيوة، والآن يأتي سوسي. ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ تمام، والآن ورش، يأتي ورش. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طبعا لما نأتي بقصر البدل لنا في اللين توسط فقط، تمام، توجبنا اللين وجبنا قصر البدل وجبنا التوسط في اللين نعم، والآن نأتي بالتوسط البدل، توسط البدل نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ توسط البدل شنو عليه؟ توسط الطول في الليل، لا توسط فقط. القصر والتوسط عليهما التوسط فقط في الليل إلا الطول أيوة،
إلا طول معه طول. باين المدة طالت شعرك نسيتوها ولا ما؟ ها؟ باه تو نأتي بطول البدن ولنا في الليل التوسط والطول. ما ننسخ من آية لو ننسيها ناتي بخير منها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا طول ولا توسط؟ جبت طول. هو مفروض تجيب التوسط يعني طول البدن عليه توسط وطول في الليل. وتوسط البدن؟ توسط البدن عليه توسط. توسط فقط. أيوة. القصر عليه توسط والتوسط عليه توسط والطول عليه توسط وطول. أيوة. فكان المفروض أنك تأتي بتوسط الليل على طول البدن هو الأول. بينعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ عكست يعني. باي معلش. تو نأتي. سكت. حمزة. سكت حمزة. سكت خلف. خلف. يلا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ليش قلنا ناتي بالبدال؟ في حالة الوصل ما في حالة انت. في حالة الوقف فقط. لا وانت ما وقفتش. ايه. نأتي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما زال عندك ما زلت بدال انت أبدلت تو الآن. نأتي بين الهمزة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أيوة تمام. ثم بعد ذلك نأتي ابن عامر. أيوة نأتي بابن عامر. ما ننسخ من آية أو ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. به. لو وقفنا على كلمة شيء للإمام ابن ذكوان شنو عنده فيها؟ ذكوان. يا رضا. هلين هي شيخ مد شيء لو وقفنا على لابن ذكوان. زي قالون طبعا عنده عنده عند السكون الاسكان السكون وقف السكون محض محض. كم السكون المحض؟ على ثلاث اوجه التوسط والطول عند التوسط والطول بس وعند سكون الوقف وجهان اعمل شنو هو انا؟ مالها شيخنا مش شايف كالعارض في ثلاث اوجه في الوقف. ايوه إيه؟ يبقى ابن ذكوان مثل قالون عند القصر عند التوسط عند والطول هذا بالسكون المحض. نعم نعم ايوه وعند اشمام الروم. الروم والقصر مع الروم. مع الروم ايوه يبقى عنده فيها اربعه اوجه. نعم شكين. نعم زي قالون زي ابن كثير مثل حفص كلهم هؤلاء عندهم اللي هو اوجه السكون المحض. لا توجه السكون المحض لا غير. روما. طيب لو وقفنا عليها لهشام حيكون عنده فيها الابدال. خلي الشيخ ابراهيم قبل عند الابدال يا شيخ الهمزه تضغم في الياء قبلها ولا شيء ايه شنو عنده فيها بالضبط يعني مثله مثل حمزه يعني اسقاط الهمزه ابدال اسقاط ابدال الهمزه ابدال دال ولا اسقاط مش عارف
إبدال مع الإدغام شيء عند فاء شيء يعني تبدل وتضغم في الياء قبلها يا شيخ باي بين لي جني ما انت تقول شيء وخلاص اي الهمزة تبدل الياء وتضغم في الياء قبلها هذا بس هو والروم تصير مع الروم باين فعلا نسيت وانتم بالضبط يعني. طالت المدة طالت المدة ونسينا الكلام اللي كنا نقوله فيه كله نسينا عند السكون المحض هذا عند فها النقل وعند فيها الإدال مع الإدغام عند النقل شنو هو النقل ننقل حركة الهمزة إلى الياء ثم نحذف الياء شيء بالسكون المحض وبالرو ثم بعد ذلك إبدال نبدل الهمزة ياء نضغم الياء قبلها ونضغم الياء في الياء نقول شيء مع التشديد نعم برضو مع السكون المحض والروم يبقى عندنا فيها كم وجه أربعة أوجه الأول للنقل في السكون المحض والروم ثانيا الإبدال مع الإدغام سكون المحض برضو مع السكون المحض والروم والروم ومثله منه حمزة لأن الهمزة متطرفة نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أنت تعلم أن ورش أيوة بعدين حمزة بعدين الصلة يبقى قالوا أنت ومن ذهب معه حاسم ابن أبو عمر ابن كثير ابن كثير قاعد في الصلة شو معاه أبو عمر وعاصم ومشى معاه ابن عامر وعاصم ايه وعاصم كسائي والكسائي ايه وخلاد وخلاد على ترك السكت نعم ايوه ويعقوب خلف العاشر ويعقوب هؤلاء جميعا ذهبوا مع قالوا ثم نعطف توه صله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قالون ومعه ابن كثير وأبو جعفر نعم والآن جيبوا حمزة جيبوا خلفه الأول نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هذا خلف أنا تركت السكت أيوة مع السكت يعني مع السكت ترك الغنة أيوة بدون يعني وفي النقل يا شيخ أمام أعطف خلاد وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تمام طبعا أنت وقفت عليها يبقى فيها وجه آخر وهو النقل الآن جيب ورش ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير باهي سكت خلف ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض نقدر ننقل شيخه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لا أي بعد
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. رتبها. تسألوا رسولكم صلة الميم بكثير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم هذه الصلة. صلة نعم. كما سئل موسى. جماعة التخليل واللي ما لا. أبقى وقفها ورش. أبو عمر. ورش ماشي يعني ما زال ماشي لكن وقفها. أبو عمر. أبو عمر حمزة والكسائي. نعم. خلف العاشر. نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. فقد ضل. نظام. بالإيمان ورش وين وقف يعني؟ بالإيمان. تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. في التقليد. ومن يتبدل الكفر بالإيمان أنا توقف ورش. نعم. من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. أيوة. من وقف فيها؟ أبو عمر وقف. أبو عمر وقف. ورش وقف. أبو عمر لا أبو ورش واقف يعني. أيوة. أبو عمر وقف. توقف فيها أبو عمر. لا أبو عمر وقف في موسى. يبقى ابن عامر. نعم. وكسائي. كسائي واقف. الكسائي. كسائي واقف في موسى. لأنه وقف في الاسمه. وقف في العشرة. إذن ابن عامر. ابن عامر كله ولا مختلف؟ لا كله. كله. شن قال هناك في ذا القد؟ وقد سحبت. ذيلا ضفت ذر. ظل زرنب جلته صباه شائقا معللا. أظهرها و. أضرها نجم بدا ظل وأضغم أرش ضر ظمآن وامتلى وأضغم مرو واكفا ظاهر دابل زوى ظله أظهر يبقى هني أضغمها ولا أظهرها أضغمها أظهر وأضغم مرو واكفا ضيرة أي ضب ضيرة ذابل زوى ظله وغلو تساوي كالكلاء يبقى ابن عامر كله أيوة. ابن عامر كله يضغمها يضغمها أيوة ويسي أو إذن نجيبه من يبقالون من مشي معاه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل عاصم مشي معاه عاصم مشي معاه من تاني مشي معاه يعقوب يعقوب ما عندهش موسى ما عندهش إدغام عاصم ويعقوب الآن نأتي بمن؟ ابن كثير لا ابن عامر أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هذا ابن عامر يمشي مع أحد لوحده نعم هو نعطف موسى ورش يلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هذا الوجه الأول لورش اللي هي فتح ذات الياء مع قصر البدن مع قصر البدن والآن الفتح مع طول البدن تو الفتح مع طول البدن نعم نختصروه ثم نأتي بالتقليل مع توسط البدن ائتي بالتقليل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن لقى اختصر الشيخ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل طبعا التقليل عندنا عليه توسط وطول جبنا التوسط ونختصر التقليل هو نعطف المالة لا أبو عمر يلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا أبو عمرو يمشي بروحه هو؟ نعم حمزة. أنتوا نجيبوا حمزة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا خلف خلف حمزة. هذا خلف حمزة. من مشي معه؟ مشي بروحه. جيب خلاد توا. جيب خلاد. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد قلنا لما خلاد يمشي بروحه يجيب ترك السكت هو الأول. لما خلاد يكون لوحده يأتي بترك السكت هو الأول. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ماشي معاه منه؟ لا مش مع حد. لا شو معاه توقفوا وين؟ فقد ضل سواء السبيل. لا توقفوا في سواء السبيل. نعم. اللي هو كسائي والعاشر وخلف العاشر. يعني شو مع حمزة هم لنوصلوا إلا في المد في المد المتس لنوصلوا سواء توسط ال أيوة لنتوصلوا لترك الغنة مشي بروحه خلف لوحدي ثم بعد ذلك عطفنا خلاد بالغنة وترك السكت ذهب معه الإمامان الإمام عاصم الإمام الكسائي وخلف العاشر نوصلوا المد المتصل سواء السبيل. أيوة خلاد يمد ست حركات وهما يمدانه أربعة يبقى نعطف تو الكسائي وخلف العاشر. نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. والآن نعطف خلاد خلاد بالسكت. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. تمام. ثم توجه دور صلة. قالوا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جماعة الصلة كلهم يجروا بالإظهار. نعم. خلصت الآية. عند أم تريدون أن تسألوا لو وقفنا على أهل حمزة النقل عند وجه واحد وهو تسألوا. أيوة النقل فقط. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أردت بالآية. ود من كثير توقف ورش. ورش. تقليل من أهل الكتاب. كثير من أهل الكتاب. لو يردون الصلة. دونكم. الصلة. من بعد إيمانكم كفارا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم السوسي فاحفوا حتى يأتي أبو جعفر يأتي باهي فيها الصلة. نعم فيها الصلة يأتي فيها يردونكم يردونكم إن الله على كل فيها إن الله على كل شيء قدير. حمزة إيه. نعم أبقى نأتي أول واحد إذا قرأها مرة ثانية الآية كلها إيه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. تمام، هذا قالون من يمشي معه؟ قالون يمشي معها دوري أبو دوري عمر. دوري أبي عمر عنده شيء؟ نعم نعم. وابن عامر يمشي معها ابن عامر برضه ما عنده شيء. وعاصم إذا وقفنا على أمره علاش؟ حتى يأتي بأمره، ما فيش منفصل. عاصم نعم عاصم نعم. والكسائي والكسائي كذلك خلف العاشر ويعقوب ويعقوب هؤلاء جميعا ذهبوا معه. والآن نعطف حمسة. يلا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذا حمزة طبعا على ترك السكت بدري امشي خلاد خلاد نعم همزة متوسطة بزائد يا شيخ شن هي؟ بأمري ايه؟ نعم وسطة بزائد تترك الهمزة عادة وقف على هو تحقق على لا وأني أعقق وقفت على هو لا ايه نعم ايه فهم عنده فيها التحقيق وعنده فيها البدل إبدال إبدال في فرق بين البدل وبين إبدال. الإبدال إبدال. نعم ايوه عنده فيها التحقيق هو الأول ثم عنده فيها الإبدال إبدال. وين دليل الإبدال؟ لما تعطوا فيها ويسمع بعد الضم والكسر همزه لدى فتح ياء وواو محولة ايوه وهذه مفتوحة مفتوحة وقبلها مكسور عندها فيها الابدال عندها فيها الابدال من 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 طريق القياس وعندها فيها التحقيق تحقيق ايوه وفيه يرفع وصفا بزوائد دخلنا عليه فيه وجاري امي نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني جيب السوس يعني ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. تمام. صلة. فنجيب الصلة لقالون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. نعطف أبو جعفر أبا جعفر فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وتوى السكت لي خلف خلف نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ورش ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. جبنا القصر في البدل وجبنا التوسط في الليل. التوسط في الليل. جيب التوسط في البدل توا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. توسط عليه؟ توسط فقط. توسط عليه، توسط الليل بس. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أيوة الطول عليه توسط وعليه الطول طول في الليل. الآية اللي بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. باهي يبقى عندنا ورش وعندنا ورش. الصلة نعم فقط باهي من خير يا شيخ ايه فخلف اخ لا 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 كله خير مكسوره اللي هو ابو جعفر هو واقف الصلة نعم صلاة هاي جيب الصلة توي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. نعطفه ابن كثير نعم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بعدين أبا جعفر أبا جعفر نعم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هو ورش وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. توسط البدل وأقيموا الصلاة وآتوا
تؤتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. طول. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك. إبراهيم زغوان وين؟ تفضل يا بريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص هو لما يتعوذ واحد يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام. وقالوا لن يدخل توقف فيها الإمام خلف. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو هودا أو نصارى توقف فيها ورش نصارى جماعة اليمالة جماعة المالة تقليل ما عندنا إلا ورش فهو متوقف. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. وقفت عليها أنت وقفت عليها تلك أمانيهم. طبعا عندنا أبو جعفر يقول تلك أمانيهم يبدل فيها تلك أمانيهم وصلا وقفا وصلا وقفا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم هذه الصلة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام. توقالون من ذهب معه إمام عاصم والإمام ابن عامر طبعا لأن ما فيهاش منفصل والإمام يعقوب نعم أيوة فضل جيب الصلة وهي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا ما عد بين أن أنت مرت بكري وقفت عليها ولا ما وقفت. أيوة تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالون معه ابن كثير توسط الصلة لقالون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا عندنا لما نجيب توسط المنفصل لابد على الأقل نجيبه توسط العرض أو طوله. جيب أبا جعفر توا. أبا جعفر شن عنده شيخ؟ أمانيهم. تلك أمانيهم. كانك وقفت كانك وقفت عليها وقلت تلك أمانيهم. وكانك وصلتها تلك أمانيهم. وعند الصلة. طبعا عند الصلة. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جميع القرآن شيخنا أمانيهم جميع القرآن توجبنا اسمه بعمر بالإمالة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل جماعة اللي ماله ذهبوا مع الإمام أبا عمرو إلا خلق. أيوة أي توا جبنا ورش. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أيوة تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام. خلف خلف ترك الغنة. خلف حمزة ترك الغنة ونصارى نصارى إيمانا طبعا معروف. نعم والسكت ما فيش سكت. نعم لا تمشي بترك السكت ولو ترك السكت. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أيوة تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام هو جيب له السكت. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام أي بعدها. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام عندنا كلمة بلى وقفوا عليها جماعة الإمالة. طبعا ورش عند فاء الفتح والتقليل. بلى من أسلم توقف ورش. بلى من أسلم وجهه لله وهو جماعة التحريك راضيا بارد الحال. أضم جماعة الإسكان. أضم جماعة الإسكان ومع أبو جعفر. أيوة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره توسط. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة ويعقوب عليهم. عليهم واقفين 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 كلهم واقفين. وفي يعقوب فيه فله أجره شيخ التوسل هذا المنفصل. يعقوب فيه فلا خوف. بلى من أسلم وجهه لله يعقوب. وهو ني واقف يعقوب هو حتى واقف مع جماعة التحريك. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند يبقى جيب الصلة تواي تواقالون مش لوحده في الإسكان وجه الأول. يمشي معاه منو؟ يمشي معاه أبو عمرو. أبو عمرو مش معاه. أيوة قالون ومعاه أبو عمرو على وجه على وجه على وجه القصر. أيوة على وجه القصر والإسكان يمشي معاه أبو عمرو. أعطوا الصلة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم, ولا هم يحزنون. يمشي معه أبو جعفر. أبو جعفر. أيوة جيب التوسط طوى. توسط بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا لا توسط مع الإسكان. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو صلة على التوسط برضه مش معاه دور يا أبو عمرو. مشي معاه لا مشي معاه دوري أبو عمر فقط على التوسط. جيب الصلة على التوسط فله أجره من بداية الآية. بلى له أجره حتى من هناك. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يقول جماعة التحريك اللي أول هم ابن كثير. بلى من أسلم وهو بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا عليهم ولا هم يحزنون. هذا ابن كثير لوحده أعطف عليه يعقوب فله أجره عند ربه ولا خوف. يعقوب ما عندهش صلة. لا لا ما عندهش. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو جماعة التوسط اللي أولهم ابن عامر فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش معاه عاصم؟ تمام. طب نجيبوا جماعة اليمال اللي أولهم حمزة بلى من أسلم ولا ورش ورش جيب ورش ورش تقليل نقل. لا, لا, لا لا فتح قبل فتح بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توجب للتقليل بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة حمزة بترك بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذا قدر الكفاية والله الموفق للهداية. افتح الله علينا عليكم جميعا إن شاء الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا